لا كيدير بخير، صحه لاباس. اول شيء كنتشرف بالحضور ديالي معكم في هذا البرنامج. واسين ناشط لاعب فريق راعي فريق الوداد البيضاوي سابقا، فريق ديبال حسين الجديدي، فريق غلطة سراي، ملعب تونسي. بطبيعه الحال انا حتاني بحالي بحالكم تصدمت بهذوك الفيديوهات اللي تنشروا البارح في لي باج كاملين ديال الانستغرام. محسن ناشط يعني هو العشيقه ديالو، محسن ناشط هو الزوجه ديالو، محسن ناشط هو ما عرفتش شنو، كل واحد اش كيكتب. انا تصدمت صراحه وجاني يعني كل واحد كيجي كيتكلم معايا في الخاص كيقول لي شنو هذا الشيء هذا، واش بصح واش لا. انا ما عندي حتى شي علاقه مع كينساي، الكل كيعرف كينساي لان السيده اللي نزلت الفينال ديال تشامبيونز ليغ. ربما جيت انا لمراكش، كنت انا في مراكش في لوطيل اللي كانت نازله فيه هذاك النهار. انا ديجا تكلمت معها في الانستغرام، كنا ديجا تكلمت معها، كنت نعرف واحد الصديق ديالي هو اللي قريب لها وصافي. قالت بغات دير واحد الزياره للمغرب وانا كنت في مراكش ديك الساعه. ديك الليله دخلنا لواحد سواغي في اي بي بريفي. من بعد الغد ليه مشينا خرجنا، مشينا للاقاليم ديال مراكش، جوانب ديال مراكش فوالا. درنا تمايا كلينا الطنجيات، كلينا غسلات يديها، يعني وريجه التقاليد المغربيه وداك الشيء. دوزنا واحد دو جوغ اللي كانت زوينه ما تنسى. لا ما كاينه حتى شي، كان علاقه صداقه ما كاين، علاقه حب ما كايناش. هذه هي اللي تنشرات، هي اللي خلاتني انا نخرج بالتصريح، لان كاع الناس سالت البارح واش محسن ناشط فري هذا الشيء اللي كاين وهذا، وهذه الاشاعات يعني ما عرفتش كيفاش خرجت بحال هكا. هي انسانه يعني ظريفه، ما غاديش يحكم على الواحد من النهار الاول، فهمتي. خواجو ما كافي باش تعرفوا هذا الانسان، ولكن الحمد لله مزيانه، علاقه مزيانه. الصديق اللي معايا اللي كيعرفها يعني فهمتيني، كنا بقينا اونسومبل حتى مشات، دوزات واحد خواجو مزيانه في مراكش ومشات. وهي صراحه عجبها البلد المغرب وخصوصا مدينه مراكش. عطاتني موعد على اساس انها غادي تجي عندي لتركيا كما تلاح داك الفيديو. قالت لي ان شاء الله، حيت كنت في هذيك الساعه في غلطة سراي، قالت لي راه غادي نجي عندك لتركيا ونزل عندك لتيران وداك الشيء. المهم بقينا كنضحكوا، فوالا هادشي اللي كاين. ديما كيخرجوا لي الاشاعات ديال البنات، ما عرفتش علاش هاد لو تخيك هذا، ديما كيقولوا لي انت مالك مع البنات ولا انا ما عندي حتى شي علاقه مع البنات. فوالا بوش ردوا يعني ديجا واحد دو سومين دابا باش تحطات واحد الفيديو عاوتاني، قالوا خطيب بوش ردوا سعداتها وهادي. ديما باغيين يتزوجوني، باغيين يتفكوا مني. الحياه مكاتب يعني، هذاك الشيء بالمكتب يعني، انسان كيمشي في الحياه ديالو وداك الشيء كيجي بالنصيب ان شاء الله. سئنا في البطوله الوطنيه فحاجه الحمد لله فرحاتنا وفرحه اللاعبين الاصدقاء ديالي وفرحه الكره المغربيه وفرحه الجماهير المغربيه، لان الكل كان يعني على حد الشوق لكره القدم. فالحاجه الوحيده اللي كتسنى في السيمانه في السبت والحد انا كتمشي تتفرج في التيران ولا تلعب مباراه ولا هذا، و طب بلا جمهور كتبقى حلاوه ديال اي فهمتيني. الجمهور كيتفرج في التلفازه ولا كيتفرج في اي بلاصه، المهم كتكون واحد الانتظار ديال واحد المباراه. وحنا اول شيء اثرت علينا في هذا الحجر الصحي، اثرت علينا اللياقه البدنيه ديالنا اللي فتقدناها، رغم اننا كندربوا في المنازل ديالنا مع المدربين في لي لايف وداك الشيء، ولكن داك الشيء ما كافيش، لان التدريب مع الفريق ماشي هما التدريب ديال بوحدك. ويعني هذا هو الشيء الوحيد اللي فتقدوا اللاعب بصفه عامه. كما كان الحال غادي نتقبلوا، علاش؟ لان ديجا ولفنا واحد اللعيبه، لان ملي كيكون شي عقاب ديال شي فريق ولا هذا كيلعب بلا جمهور، يعني سكيفي ولفنا واحد المباريات اللي داس بلا جمهور. والحمد لله حنا شوف كتهمنا غير البلد ديالنا يبقى مزيان و يعني يتعافى من هذا المرض ويكون ديما في صحه مزيانه. هذاك هو، هذوك اي حاجه غادي ترجع للحياه ديالنا ان شاء الله. بالنسبه للبطوله الوداد، ربما كون ما كانش استئناف ديال البطوله غادي الوداد هو اللي يستحق البطوله، لان كون في الصداره اول شيء. ثاني شيء مزيان ان من استأنفت البطوله، لان الوداد عنده فريق كبير وكيبقى فريق الام ديالي، وكنشجع جميع الفرق المغربيه اللي كتنافس على الدوري. ونتمنى حنا غير الكره تكون يعني يعطيونا يضربوا بواحد الشكل زوين، وخصوصا كنتمنى التوفيق لفريق الوداد البيضاوي والفرق كاع اللي مشاركه في الاتحاد الافريقي والعصبه الافريقيه. هذا يعني المساله بعيده عليا بشكل خاص، ولكن غادي نهضر فيها نعطي الراي ديالي كبقى كشي حاجه احترافيه. فريق دفاع حسن الجديدي وفريق الرجاء، هذه مباراه على ما اظن انها كانت يعني ما تلعبهاش، وفريق الرجاء البيضاوي انه ما لعبش مباراه. هذا كيبقى قرار ديال الجميع، يعني ما كيبقى قرار ديال حتى شي واحد، كيبقى قرار ديال الجامعه الملكيه اللي غتاخذ هذا القرار. بصح لا تلقينا عرض من فريق اسباني، تلقى الوكيل الاعمال ديالي في هذه السنه.
بخصوص ان اللاعب محسن ناشط واش هو حر وهذا فوالا كان لاعب ناشط لاعب ناشط محسن حر. حنا غادي ننتقلوا للفريق ان شاء الله من بعد العيد في الشهر المقبل وغادي ناخذوا مع الاجراءات ديال الفريق، غنشوفوا العرض ان شاء الله مورا العيد وان شاء الله اللي فيها الخير يجيب الله.